السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ شو طيبين؟ معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقة السادسة من لعبة هاجورد ليجاسي. لو تقول بتضغط زر لايك سبسكرايب، والشكر يا جماعة على دعمكم بالحلقات الماضية. الله يعطيكم العافية، اتمنى يا جماعة الخير توصلون دعمكم الجميل. وخلونا نكمل، بسم الله، ونكمل يا جماعة الخير باللعبة الجميلة دي. خلونا نكمل، شكرا والله، شكرا يا جماعة الخير على نصايحكم الجميلة وعلى دعمكم. جاني تعليق يا جماعة الخير، يعني في مكان، يعني عارف كيف دريتوني عليه، قلت له المكان ده يا عبد العزيز اذا رحت له هنا ما تقدر تسوي فارمينج، ما تقدر تسوي فارمينج. والله شوف، اللعبة دي ما تحتاج فارمينج، ما يحتاج يعني يا جماعة الخير تجمع كذا وترفع مستواك، يعني عشان المهمات الرئيسية هي ترفع المستوى حقك وكذا، عارف كيف. بس انا شفت بالتعليقات تقول لي عبد العزيز في مكان اذا رحت له راح ترفع مستواك بشكل عالي. خلوني اوريكم يا جماعة الخير المكان على حسب علمي. هنا اذا رحت هنا يا جماعة الخير في زي التحدي، سويت التحدي ذا المستوى يصير عليه، الفكرة يا جماعة الخير المستوى يصير عالي. فخلونا نروح يا جماعة الخير، خلونا نروح نسوي التحدي ده. بس لكن قبل ما نروح يا جماعة الخير نسوي التحدي، معايا نقطة واحدة من نقاط ايوه المواهب. ابغى اجي هنا يا جماعة الخير، شفت صراحة قبل ما ابدا الحلقة اعتقد جهة التعويذات، ايوه المهارة دي يا جماعة الخير ابغى افتحها. ايوه صواعق نارية تستهدف العدو، اي خلونا نجيبها. الفكرة بال عليها رهيبة، ايوه خلينا نجيبها. شايفين جدا قريب من مستوى 14 يا جماعة الخير. لما اجي هنا عند قسم المهام، لما اجي عند قسم المهام يا جماعة الخير في مهمة هنا يقول لي المستوى المطلوب 14، وانا جدا قريب من 14. ف دحين يا جماعة الخير نسوي التحدي ده على السريع، سويناه على السريع يا جماعة الخير. يصير مدانا نروح نكمل بالمهمات الرئيسية. يعني اللعبة حاطة يعني عالم كبير، الفكرة في اللعبة وحطينا يا جماعة الخير مهمات جانبية كثيرة، فيبغون على فكرة يبغوك يعني تلعب المهمات الجانبية وبوقتك تستكشف بعالم اللعبة أكثر. لعبة جميلة والله يا جماعة الخير، لعبة جميلة ومليانة بالأسرار ما شاء الله، وجدا حلوة والله يا جماعة الخير، لعبة ما شاء الله جدا جدا ممتعة. فدعنا خلونا نجي هنا يا جماعة الخير. على حسب علمي هنا في زي التحدي سويته يا جماعة الخير، المستوى حقك يزيد، المستوى يزيد هنا المفروض. ايوه اي خلوني بس بالله ينزل، اعتقد ايوه لازم نصيدها كلها، العشرين لازم نصيدها، وتصيدنا العشرين. شوف كيف يا جماعة الخير الجرات هذا لازم نكسرها، كسرنا عشرين يصير خلاص يبدأ التحدي. والتحدي عبارة زي فاكرين يا جماعة الخير، فاكرين والله انا ما ادري كيف فاكروا، فاكرين يا جماعة الخير تحديات موس بلاي هايم، فاكرينها يا جماعة الخير بجاد اوف وار راجناروك، تقريبا نفسها هذي، تقريبا نفسها يا جماعة الخير. تواجه الأعداء ورا بعض، هذا مين ذا اللي قاعد يصفر؟ ودي كذا ديه، حلو حلونا هنا، بقي لي أربعة بس وأكمل التحدي. وهنا في منظفة هذي مرة ما بواجهها دحين. 15 اوكي باقي لي خمسة بس، هذا والله ما ادري راح يلحقني لين هنا ولا لا. 16 اوكي اربعة بس، بعدين نجي نفعل التحدي، نفعل التحدي يا جماعة الخير. التحدي راح يدينا نقاط اكس بي كثير على حسب علمي. 17 اوكي كم حبة بس، والله لعبة رهيبة يا جماعة الخير، جدا جدا مستمتع فيها وانصح الكل يلعبها. اوكي بقى الأخيرة، عارفين لعبة بسيطة والله مي معقدة يا جماعة الخير، وجميلة والله يعني لعبة صراحة أفضل الألعاب اللي لعبتها هذه السنة. هي والله يا جماعة الخير بالراحة من أفضل الألعاب اللي لعبتها هذه السنة. فالمفروض إنه دحين يبدأ التحدي، التحدي شوية طويل وأكون صريح معكم ممل شوية، فما أدري ممكن راح أقص منه لقطات. فكم هم أعداء يجون ورا بعض. ساحة المعركة البدء، اوكي. اوه شو كيف دخلنا جوا. فمعانا من عارف كيف اسعافات وكذا، فمتفائل ان شاء الله. فكر في كل شوية تجي دفعة حسب علمي كذا النظام. أو لازم أغير التعويذة. أنا لحق كذا، أوكي أوكي، لعبة تقريبا فيها ستارت. خلوني أجيب يا جماعة التعويذة دي هنا. أيوه.
حلو حلو. وانا قويت هذا التعويذه يا جماعه الخير. شفتوا كيف دوبه حقت الناقه كان شكلها؟ عشان قويتها. اهم شيء ذولي. حلو حلو قتلنا. اوه هذه فيني. والله 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 استلموني والله. اوكي اوكي جت دفعة جديدة. حلو حلو جت فيه. Incendio, Expelliarmus. Ah, my wand. Okay, okay, 7/7. كم بدنا 20 من الاكس بي. اوكي وبعد 90. اكيد راح اخلص التعدي ذا وعلى طول راح اجي له. سبت والله كثيرين والله. Incendio. You die for that. Look what you've done. You pay for that. بقي لي ثلاثة بس. والله بغير استخدم الصد أكثر. أنا بدأتني فتحت مهارة. فتحت مهارة يا جماعة الخير. خليني تصديت اعكس عليهم الضربة. شوكة. تمت الجولة كفو. الجولة الثالثة والله ما ادري هي كم جولة. اوكي اوكي لازم اديها. والله رهيب المهارة فتحتها يا جماعة الخير. بداية الحلقة ملاحظ والله انها قاعد تساعد بشكل كبير. لطيف لطيف والله. كل جولة تقريبا اصعب من اللي قبلها. اوكي اوكي فلت منها. والله لت في مهارة. عارف كيف كذا لما تصد صح تعالج نفسك. اتوقع والله في مهارة زي كذا بس ممكن قدام تجيبها. لطيف ايش قاعد يلف ذا. اخذ لك من النار قد يحب النار هو. صياد الجلاد اسمه. يقول نزع السلاح. معي حق تنزع السلاح. والله ما اعتقد اني حاطه يا جماعه. Incendio, Expelliarmus. عارف كيف هذا مكان يا جماعة الخير تجي وتبغى تقوي نفسك؟ يعني والله أنا ممكن أعجي كثير هنا بس عارف كيف من غير ما أصور؟ أنا حبيت بس أجي مرة عشان أوريكم. حلو الدنيا 120. حلو حلو وصلت مستوى 14 كفو. يا لطيف والله اعتقد حلو بوت خلاص عادي. ما بس خلاص بما اننا وصلنا لين هنا. خلو كمل على فكره. لطيف العنكبوت شوفوا قد ايه. اوكي اوكي خذ ياب الثاني ذا.
حلو حلو جت فيك، عم تعافي. شايفين شايفين انت بالسوى تنعكست عليه؟ رهيبة والله، والله رهيبة المقاصة. اعتمد والله راح اعتمد يا جماعة الخير. خلاص كذا حيكون النظام الدوج، ممكن اسحب عليه شوية، عرفت تحرج زي كذا، ممكن خلاص اسحب عليها. حلو حلو، لقد اكتملت الجولة. هل كملنا التحدي كذا؟ الجولة الأخيرة، اوكي قال لي الأخيرة. Your life ends here. Incendio. You'll regret this for the rest of your life. واضح انها اصعب جولة. ودي فيني كفيني دي. Depulso. Reducto. Incendio. Expelliarmus. Expulso. والله شكله حموت هنا. الساتر استروا كثيرين. اوكي اوكي الزومبيز قتلتهم. العنكبوت الكبير ده والله زي موت. العنكبوت الكبير ده بقول له قد ايه. اوكي قريب اجيب الحركة اللي بار 1 وال 1. عارف كيف يصير اسويها فيه؟ مستجع على هنا. اوكي اوكي ابغاها فيه، ابغاها فيه ان شاء الله ما غلط. فيه كابو جت فيه وناتو كمان. قلع قلع بدنا نصدها. لازم اركز ما بخرب على الاخير. جات فيه. Die for that. Levioso. Depulso. Reducto. Expelliarmus. Incendio. Stop that right now. Reducto. That all you got? Okay, okay, okay. Look what you've done. الساعة ترجع دفعة جديدة. Levioso. Expulso. Incendio. Now, this has become personal. Expulso. There'll be more of that. Incendio. Notice you ain't wearing. Rodrigo. Okay, okay, come on, بس. Incendio. Levioso. Expulso. Rodrigo. والله عجبني، اي والله عجبني انه كل مره يقول التعويذ، يعني ابغى اسوي تعويذ لازم يقول اسمها. كأنه في قانون، يعني ما مدك تسوي التعويذة اللي لازم تقول اسمها. أنا أعتقد كمان هو كذا النظام، لازم تقول اسم التعويذة. اوكي بقينا الأخير ذا. لازم تديه عارفين بالتعويذة أو خلاص كذا. حلو حلو، اوه جبنا الرجوع. ايوه اعادة بدء التحدي. شوف كيف يعني يا جماعة الخير، والله بدك ترفع مستواك باللعبة دي وبسرعة كمان. كاف والله مكان رهيب والله. الحين يا جماعة الخير بما انه المكان ذا قدامي، بس بالاخير شوف ايش فيه. طفات عادي اكثر عليها، انا كنت واجهتها قبل كذا. العملاق فين؟ ماني شايف اي ضفدع عملاق. ليه بس خلينا نشوف. اوه ذاك هو ذاك، لا ذاك ذيك صخرة كبيرة. تنجي من وراها ونهيها ها يا جماعة الخير. لا والله ما مداك، بس فين يقولوا في ضفدع عملاق هنا؟ والله ما نشوف شيء.
يخلوني اقتلهم اشي والله اعتقد اقدر عليهم. اكسبريومس اكسبريومس كيو ما قاعد يجيك شيء، ممكن لازم الغيها. ليه بس خلينا نشوف اقدر عليهم. والله ما ادري ايش مرض يجيهم شيء. اكسبريومس شيء غريب والله، والله ما ادري هو جليتش يا جماعة الخير ولا ايش، والله ما ادري. المهم خلاص خلونا نطلع من هنا، خلونا نطلع من هنا يا جماعة الخير، خلونا ناخذ الصندوق ذا، خلونا نروح نلعب المهمة حقتنا، مهمة حقتنا يا جماعة الخير. بس خلونا نروح نشوف فين هي. ايوه هنا يقول لي انتقال. ايوه عنده نقطة كمان من نقاط المواهب، عارفين حقت المهارات وكذا. قول لي تجهيز ثياب وعتاد، عارفين اعلى، بس اعتقد اللي انا حاطه هو اعلى شيء. بله ثواني بس يا جماعة تأخر، خلوني بس بالله اشيل هذه على السريع، خلوني بس بالله اشيل هذه على السريع. كيف اللي حددتها؟ بس خلوني اشيلها. وخلوني اجي هنا عند المواهب. والله ما ادري ايش افتح صراحة. خلوني اجي عند الاساسيات. ايش ابغى انا؟ ايوه خلوني اخليها ثلاثة خانات، هي الحين خانتين. خلوني اخليها ما اعرف فتحتها بليه، بس هذه ايش هي؟ هذه مو جبتها انا؟ خلوا يجيبها. والله على بالي اني جبتها، لانه ليش التاثير فعاليه هذا يا جماعه الخير الشفاء تكون اعلى. والله معايا الف وعليها فكره. يبغالي والله اشتري لي بعض الجرعات صراحه قبل ما كذا اروح مهمه صعبه. اوه هذا شفت ايش نظام وذا، يعني شفت بالتعليقات تقولوا لي يا عبد العزيز هذا كله عليك تختفي كذا. والله ما ادري اذا صح ولا لا، لازم ما يشوفني اعتقد. اذا ما شافك جاي تاخذ جوته. كفو والله، والله شكرا يا جماعه الخير. والله لو قعدت افكر كثير يعني ممكن ما كنت راح اجيب الحل. والله شكرا لكم. شفت بالتعليقات قلتوا لي عبد العزيز اختفي زي كذا وخلاص راح تجيب الصندوق ده. شفت زيه كثير والله ما ادري ايش نظامه، كنت كل شويه اجي اقول هذا ايش نظام هذا، يعني كيف اوصل هنا. هذا الحين يا جماعة الخير بالله بس معلش انا ماني محدد المهمة، خليني احددها. تعقب ما ادري مين اللي مكلمه ذا، في واحد لازم يكلمه. جلادوين مون ما ادري مين كلمته قبل كذا انا، والله ما ادري، اعتقد انه طالب. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? حجير ان شاء الله. بس ايش خلونا يا جماعة الخير بالمهم، يعني انا والله اللي ناوي اسوي العب كل مهمه باللعبه دي. خلونا نكلم الرجال ده على حسب علمي يا جماعه الخير، يعني صراحه شكرا والله على تعليقاتك. قلت لي انه هذا هو اللي راح يعلمك، والله ما ادري بس قلت لي هذا اللي راح، اعتقد انه ده هذا اللي راح يعلمك تفتح الاقفال وكذا، اعتقد انه ده صراحه ماني متاكد. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. كان شو استفيد؟ Wouldn't mind humoring me for a moment. See if you can remove the moon from the statue. خلينا نشوف.
أزر القمر من التمثال. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which incidentally can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. Yes, terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. يوخن ساعده. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alohomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. اوكي خرخر الطلق بس واضح راح نتعلم التعويذة تخليني اقدر افتح الاقفال وكذا. حتى تشوفوا كيف الرسم يعني واضح انه ايش تفتح اقفال وكذا. والله مره شيء رهيب والله يا جماعه تخر مره شيء رهيب يعني في ابواب كثيره شفتها باللعبه ابيك اقفال يعني قصدي كنت اقول هذه متى افتحها والله يا جماعه تخر كنت اقول هذه متى افتحها بس فين هي اللي تعلمناها والله ما ادري فينها يا جماعه تخر اوه هنا اساسيات اوه اساسي يعني ما اوكي خلي شو اوكي والله كفو بس كذا ما تحطها تخيلوا بس ايش في من تاليف الحين والله ما ادري ايش يبغون يسوون وفي حل قدامي بس كل علي اعرف كيف اطلع الحل هذا والله في لعبه كان نظامها زي كذا بس ناس الشيء هل كذا صورة مطلوب اها والله في لعبه كانت زي كذا بس ناس الشيء This is a restricted area of the castle, after all. تعويذة التماهي.
يبغى لي في شيء اجيبه من الحمام الله يكرمه، في شيء اجيبه من المستشفى. قال لي ريفاليو، هل لازم اختفي هنا؟ لا والله. خلي شو اشوف كده يا جماعه الخير. ريفاليو لو اعرف النظام بس بيه ثواني، هنا في اشياء ما ادري ادخلها واخذها. والله مداك والله كافو، شفت كثير ترى، انا شفت كثير يا جماعة الخير. او مستوى اثنين، كيف تصير مستوى اثنين؟ والله ما ادري كيف تصير، شفت اقفال كثير زي كذا. هذه رسالة من البروفيسور فيك زوا ما شفناها. يعني يا جماعة تخيل اللي بقرا الرسالة على فكرة بوقف المقطع. أنا صراحة أقراها بعدين على فكرة. أيوة خلنا نكمل. مفروض إنه. أيوة. والله في واحد فوق هنا، إيش في؟ إيش عندك أنت هنا؟ أيوة الباب ذا كمان عبارة عن زي اللغز. إن شاء الله نجيله بعدين. خلونا بالمهم، انا داري يا جماعه اخر ورا فيه، بس خلونا بالمهم. قل لي على فوق كمان، ما ادري قديش ذا. How are your students getting along this year? Rather poorly I'd say. Is that so? الأستاذ ويزلي كيف سوينا معاه مهمات؟ افتكر قبل كم حلقه خلتني اعرف غرفه ال كان اسمه غرفته، والله نسيت. This must be the prefect's bathroom. اي لازم بسرعة. لا ما اعتقد. ما اعتقد يا جماعة الخير انه. لازم بسرعة. والله لازم اعرف اللعبة اللي كانت زي كذا، في لعبة كانت تفتح الاقفال زي كذا، والله ناسي شيء. ولازم اشوفوك. اشوف كذا. اوكي كل عليه ارجع بس، الحين اللي بالمستشفى. اوه شوف الصندوق ذا. ما اعتقد يشوفوك. ابدا ايوه، ابدا لازم تحل ذي. حلو حلو والله، النظام اقفال صدقوني يعني سهل والله. هنا في شيء عندكم شيء هنا؟ ايه هنا كبت نفسي اطلع بس. ريفاليو اوكي خلنا نكمل على فوق، نحن اللي في جناح المستشفى. حلو حلو، فتحنا عقد السفر السريع اللي هنا. نعم مستوى اثنين. اوه ذول الاساتذه، شوف هذه حقة الزرعات وهذه شو كان اسمها؟ اوه هذه شوفنا مع المستشفى. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? ايوه دحين نرجع لجلادوين مون يا جماعه الخير. ايوه الاستاذ هذاك. والله مهمه سهله صراحه، كنت صريح معاكم. بس كيف والله تعلمنا التعويذه ذي؟ عارف تخليني افتح الاقفال وكذا، بس ما ادري كيف اخليها مستوى اثنين، والله ما ادري كيف. يعني احنا مستوى واحد بالهذه بتفتح الاقفال وكذا، ما ادري كيف تخليها مستوى اثنين. والله الباب ده ما ادري ايش تسوي عنده، بس مصير راح اعرف ايش تسوي عنده. ما عليكم ان شاء الله.
وواضح أشياء تحركها كذا و... إن شاء الله جماعة راح نعرف المطوف. هذا حب اسم له آخر شيء. Hello Hamora. خلينا نشوف إيش فيه. والله نظام الأقفال جدا سهل. الفكرة مو معقد والله جدا جدا سهل. خذوا مني العلم. خلينا نشوف الرسالة دي. سيز إبراهيم. الرسالة واحد اسمه إبراهيم يا جماعة الخير. حلو حلو 38. ريفاليو. بس هذا اللي فيه هنا. والله شوف صندوق بالجهة الثانية بس ما ادري كيف توصل له. ايوه خلاص خلاص اطلع من هنا. اوكي كافي سوينا مطلوب. هلو مستر مون. I have the moons you asked me to collect. Oh goodness, you're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar. And I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. الفكرة لما تساعده واضح انه الاقفال. Oh, I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. حلو حلو. شايفين يا جماعة غير واضح انه لما تساعده الاقفال. ريفاليو. والله جدا قريب من 15 كفو. الاقفال يا جماعة الخير لما تساعده مستوى الاقفال راح يكون اعلى. نحن مستوى واحد اعتقد يصير اثنين اذا ساعدته. لعجلة المهمة جديدة زي ما توقعت. خلينا نشوف المهمة ذي لمين و اوه عليها قفل. ليه؟ مستوى 15 انا كم يا جماعة الخير؟ انا قريب من 15 صح؟ ايوه قريب من 15 هذه. اوه كلها لازم مستوى 15. كلها لازم مستوى 15 يا جماعة الخير. انا جدا قريب والله. ايوه في مهمات جانبية كثير. نرجع لهنا ممكن الاقي واحد عنده مهمة جانبية هنا. Your spirit guides are trying to contact you. I can sense them all around. والله وانا الطريق على طريق المهمة ذي. ان شاء الله والله اللعبة مليانة اسرار. ريفاليو. شفت واحد قال لي يبغاني اساعده كذا. والله اعتقد بس كم ورقة اخذها وخلاص راح اوصل 15. اعتقد هنا لازم الحلقة الماضية فاكرين يا جماعة تأخر الحلقة الماضية لما كنا نجيب الفراشات. اتوقع لازم نجيب فراشة عشان شايف علامة فراشة بس والله ما ادري فين بلاقيها. والله اكون صراحة معكم نفسي اسوي مهمة خارج الهذا خارج ال ال خارج ال ال الجامعة دي اللي احنا فيها بس والله ما ادري. خلينا نستجعل هنا. والله في مهمات جانبية. ايه بس خلينا نجي جهة المهام يا جماعة الخير. فرقعة البالونات. ماشي والله شفت بالونات كثير. بس هذا الشارب ايش يبغى؟ الحصول على جرعة التخفي واستخدامها، الحصول على مشروب الرعد واستعماله. جدا سهلة مهمته. جدا سهلة مهمته. قولني بس يا جماعة الخير فين الصيدلي ذاك؟ اعتقد انه هنا هو ذا. ايوه يا جماعة الخير
اروح للرجال الطيب ذا واخذ مشروب الرعد. وايش كمان قال لي؟ بس كل عليك تشربها بس وخلاص انجزت الواجب. اكثر واحد اجيله ذا خلوني واجي عنده. ايش ابغى انا؟ ابغى مشروب الرعد. عندك مشروب الرعد؟ او التخفي، حتى التخفي ابغاها. اعطينا واحد من التخفي الله يرضى عليك. وهو عندك مشروب الرعد بس ليش غالي يخرب بيتك؟ الف يا لطيف ما راح تبقي لي شيء. خلوني اخذ يا جماعة خير. تخلق عاصفة حول الشارب فتسحق الاعداء القريبين منه وتدميرهم. اوه اعتقد بدري بله معلش. ضد الاعداء مشروب الرعد لازم استخدمه ضد الاعداء. لازم انتبه غالي ترى يا عبد العزيز انتبه. بس بالله اجي ايوه بعد الشيء اللي معايا. خلنا ندور لي اقرب اعداء. والله نفسي صراحه نفسي يا جماعه الخير الصيد اروح للحيوان من الحيوانات. بقى يو زي هنا هذا ايه ذا؟ كائنات ايش تطلع الكائنات دي؟ بس انا ابغى واحد لحاله كذا كبير. بقى خلونا نروح. لا مو هنا يا جماعة الخير خلونا نروح هنا. بروح هنا انا والله. اتوقع هنا هنا الاعداء اضعف. نقول ان شاء الله بالمنطقة دي تحديد. وخلص ايوه ايوه انتقال يصير. نضرب عصفورين بحجر يا جماعة الخير. نستخدم التعويذة حقت البرق. ونشوف ال 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 الوحش اللي هنا كمان يطلع. ووصل كمان مستوى كم 15 عشان يصير مثلا يلعب المهمات. بس والله مدري ما شايف شيء هنا. شايفين شيء هنا يا جماعة الخير؟ والله ما شايف شيء. والاشياء ذي اجل خلوا اروح مكان ثاني. هذه ما عندك تصيد اعتقد مسالمة. خلوا لي يا جماعة الخير اجل احدد مكان ثاني. انا فين انا؟ ايوه انا هنا. خلوني يا جماعة الخير ايش في هذا؟ ايوه خلوا اروح هنا مو مرة بعيد ونشوف ايش يطلع الشيء اللي هنا. كنت اكلم اللي اشتريت من عنده المكنسه اللي تخليني اطير وكذا. كان يقول لي في له مهمه قال لي تسويتها راح اسوي لك تطويرات للمكنسه. والله ما ادري اشوف سرعتها يعني ممتازه والله. فما ادري والله يعني ايش مدى يضيف. والله ما ادري ايش مدى يضيف يا جماعه الخير. كان المفروض انه في وحش مفترس هنا. والله ماني شايف شيء. قول له الاشياء ذي هم قصدهم الاشياء ذي. هل اقدر على الاشياء ذي؟ والله شفتهم انا بس ما ادري اذا اقدر عليهم ولا لا. لا والله قصدهم هذه مسالمة. شوف كمان ما اقدر اسوي لهم شيء. اجل ما ادري يا جماعة الخير. خلوني اجل رضي. ما قد جربت اني اطلق عليهم كذا. هل انتم اقوياء؟ والله ما اعتقد يهجموا على كذولي. خلوا لي يا جماعه تخريب يقول ضد الاعداء. ادور لي عدو استخدم معال. ايوه بس ما ادري الذي اقول له. هذا ذي متعب والله مستوى 20 لحالك انت هنا. خلونا ناخذ الاشياء اللي معاه. بروتيجو او خلونا يا جماعة الخير نروح مكان ثاني. والله ما ادري اسوي تحدي من تحديات مرلين يا جماعة الخير. نسوي تحدي من تحديات مرلين. خلونا نروح على هنا بالله ونشوف كمان هنا ايش فيه. عشان والله في مرة من المرات كمان قاعد الفلف بالخريطة شفت مكان حق وحش اسطوري رحت له يا جماعة الخير. لما رحت له والله لقيته طائر كبير بس لكنه عبقى في هرب. كنت قريب والله عبقى صيده.
هذا حب له بس خلوني اجي على هنا وشوف. يعني انا جدا جدا قريب من المستوى كله. ايوه هذا هو، بس ما ادري ليش يشرد. والله ما ادري ليش يشرد يا جماعة الخير، تشرد ليه؟ اصيدك انا والله ما اعتقد انك تصيده، انك تصيده. وهذا زي اللي شفناه الحلقة الماضية، بدنا نروض وطيب يصير معايا طرفي وكذا. ما ادري والله ما اعتقد مذاك. دحين يا جماعة الخير خلونا نستخدم حقة الرعد، بس ما ابغى استخدمه ضد الضياف. اي خلونا نستخدمه اشوف فين. ايوه اعتقد ضد الضياف ذيت واحدة ذي التخفي. ايوه حقة الرعد له الضرر. حلو حلو سويناها. كافو جلدتهم والله رهيب. وشوفوا كيف تطول وزي والله مره رهيب اقسم بالله. تجي فيكم انتم اللي هنا. والله كفو عدا مستوى 20. شوف قاعد اجلدهم. والله بس الضرر سوى عالي والله. طيب بس اقتل العبيد ذا. كفو يا جماعة الخير جلدناهم. اوكي خلونا دحين نستخدم حق جرعة التخفي. ايوه واستخدامها، يقول استخدامها بس حق التخفي. هي دي حق التخفي. ايوه حلو حلو كيس. وانا مطلوب يقول الرجوع الى الاستاذ الشارب، خلونا نرجع له وخلاص. يقول كملت الواجب بك. لما اقول له يا جماعة الخير كملت الواجب خلاص راح اخذ ال هو فين وصله هنا؟ اوكي. لما اقول له يا جماعة الخير كملت الواجب خلاص يعني سويت المطلوب واخذ نقاط الاكس بي وكذا خلصت مهمة جانبية. كيف يا جماعة الخير واخذ نقاط الاكس بي وحقت الخبرة وخلاص يزيد مستواي ان شاء الله خلاص كذا. كيف؟ راح يوصل مستوانا 15. بس خلونا نجيله كذا. والله اعتقد كان في طريق يعني سفر سريع بس خلاص هيك بنطير كذا. والله ما ادري صراحه نظام ال يعني ما اعتقد انه يعني في وحوش اسطوري. والله لك العب لي فيه بس ما ادري شفته كل ما احدد وحش يا جماعه الخير كذا علامته وحش. ما ادري يا جماعه الخير ما فكرة. ما يطلع يعني الشيء اللي نتوقعه. نحب له بس خلينا نشوف هذا فين وذا. جوا هنا. لازم ادخل من هنا ونزل له على تحت. بله بس خلينا نجي هنا. ايوه خلاص وننزل له. فكرة في الواجب حقه كان بسيط. والله يبغى لي اروح الغرفة ذيك واسوي سوي يا جماعة الخير بعض الجرعات حقت الصحة قبل ما ننطلق بالمهمات الرئيسية اللي دحين عندنا. اوكي خلينا نقول خلاص انا مطلوب. ايوه واجباتك خلاص الواجبات. I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. No. Let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready.
Focus. Defend. Oh, Defendor. أتعلم تعويذة جديدة أنا. والله ما كنت داري. Defendor واضح بالدفاع. Defend يعني عارفين مخدر من Defendor توقع الدفاع. Very good. It seems you have a grasp on Defendor. فين Defendor دي؟ فين Defendor دي يا جماعة؟ والله ما أدري فينها. شايفين بلا أوه هذه هي وريني كيف شو؟ Defendor. أوه. تمزح انت بوم من بعيد بلا جماعة تخرى رهيبة. خلونا نحطها مكان ايوه كذا بوم مستوى 15 حلو حلو. دحين يا جماعة تخرى عندنا مهمتين على فكرة بس بلهي ثواني انا كم معايا كم معايا يا جماعه تاخر بالمخ ايوه معاك يا حبيبي 542 معايا كم شيء ابيعه خلوني بلهي بس اروح الى دين الخريطه بلهي ثواني يا جماعه تاخر في رجال طيب هنا يبيع بعض انا مو انت أو البذور وما البذور هذا اللي أبغاه. وأبغى أروح له يا جماعة الخير في زي البذرة أبغاها عشان أقدر أقدر أطبخ يا جماعة الخير الجرعات حقت ال. ما يهدينا أنا شلت بلا معلش يا جماعة الخير عشان يصير أقدر أطبخ الجرعات أيوه حقت الصحة. بسوي لي كذا ثلاثة أربعة نقول إن شاء الله مدى أني سويت ثلاثة أربعة والله ماني متأكد هو من عنده ذا اللعبة علمتني أعرف كيف بالحلقة الأولى جيت عنده آه يو وات ا بليزنت سربرايز وأعتقد دي أوراق ريحان الأرض ناو يو ليت مي نو إف ذيرز إنيثين إلس آي كان هيلب يو وذ أوه أوه خلاص ما بدك تشتري كيف كذا أي خلونا نبيع أيوه 90 بس. You have a good head for business, haven't you? No one can say I don't keep a stacked shelf. Revelio. الحين اخوان. الحين قبل ما نروح نلعب مهمتنا. خلوني اجي عند الغرفة السرية. المتطلبات عند المتطلبات نروح غرفة المتطلبات هذه علمتني عليها الأستاذة ليزلي ديك هذا عنده شيء خشو آه ديك is so happy to see you ديك noticed this bag in the room the other day you must need it to help with your schoolwork ديك has seen one of these before ديك calls it a knapsack Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breed. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed. And luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. والله ما أدري. أنا ما جيت عشان الشيء ذا. فخلوني وخلونا نسوي معه. بس لكن قبل أيوة قبل يا جماعة خلنا نطلق معه. خلوني اجي هنا واشوف كم حبة مدني اسوي من الجرعات دي اوكي اعتقد واحدة بس مدني نسوي او لازم انتظر كمان وفي كمان تدمير الجرعة ايوه خلاص ايوه 6 ثواني 5 ايوه والله ما ادري اعتقد مدني اسوي 2 هل مدني اسوي 2 اوه اوراق ريحان الارض لو كان معي كثير
انا شفت هذاك ما يبع لك كثير. اوكي كذا صار معنا اثنين كافو. جبنا بالاولى اخذتها ولحن بقى الثانية. والله كانوا يعلموني شيء هنا يقولوا جيب زي كذا ثيابه وتزبط انت من نفسك. خلونا نستخدم الجرعة اللي بعدها. حلو كذا اثنين. الحين خلونا نشوف ديك هذا ايش عنده. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. كيس القبض. حاسس اني امسك فيه وحوش كده. اتبع ديك. اتبع. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. والله رهيبة الجديدة ذي. ديفندو اسمها. تنطلق عليهم كذا. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. بهذه السهولة كده بس. قلت يتقربوا. كيس القبض. اوكي كيف استخدمه بس. وتعيين كيس القبض. اوه هذا هو. خلونا نحطه يا جماعة الخير هنا. لا ايش سويت انا. شوف كيف. اوه. والله يا جماعة الخير انا عارف ايش بقول انا والله وكني بوكيمون يا جماعة الخير وكني بوكيمون اقسم بالله. خلينا نشوف كذا. بس انا ايش راح استفيد اذا اني مسكته؟ لابيوسو. لا مو لابيوسو. الا والله كذا. والله كفو. ايش استفدت انا دحين؟ يجب انقاض الوحوش. بعدين صد واحد ثاني كمان. الا والله بس كلها بعبيها من الوحش ذا. I'm only trying to help. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobbernol, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. يمين بلا جماعة خير كافو جات صدفة. بلا شفته كيف بداية الحلقة لما كنت بصيد وحش كذا طلع لازم يكون معك الكيس ذا. وكان في الوحش ذاك اللي يطير بلاه فلقينا احنا والله ناسي فلقيت اقسم بالله. إذا جبته والله أتوقع أخليه معاك وأطير فيه مين بالله راح يكون شيء أسطوري. بس فين شفته أنا؟ لطيف قديش الخريطة ذي؟ والله دوبي أدري إنها قد كذا أقسم بالله. متى عشان ما مداك تسوي زوم على فوق بز... لا والله والله شوفوا قديش الخريطة والله أول مرة أشوفها قد كذا كاملة. الحين يا جماعة الخير بالله خلونا نشوف هذاك هذاك فينه؟ شفنا احنا والله شفت انا فين انا هنا والله ما ادري فين شفته. لا موظف فاضي. ايوه هنا اعتقد هنا. شوفوا انا يا شفته هنا يا هنا. خلي بالله اروح على السريع انتقل بحاول اصيده بس والله يشرد بسرعه. حاول اصيد واحد منهم ونشوف ونرجع ونشوف ايش بدنا نسوي. مرة شي حلو. ما هو كني بوكيمون يا جماعة الخير. مرة شي حلو والله. وفين هو؟ فين المحددين احنا؟ كيف جينا بداية الحلقة هنا يا جماعة الخير؟ طليتها في شيء. ليه بس خلوني اجرب وشو؟ والله لازم نتابعهم. هو يا ذا يا واحد ثاني.
هنا والله ما أدري من اللي فيه. لا مو هنا، اجل اللي بعده، معليش اللي بعده. والله ما ادري ايش فيه. او من ذولي كمان بدنا نصيد كذا. ايوه صوت واحد ثاني كمان. Professor Howen will never believe this. حلو حلو، تاخذ لك نقاط اكس بي كمان. شو اسمه اخبار خلوه بالله، روح اللي بعده بالله. بس معلش بعدها نكمل بالمهمات الرئيسية. خلوه يا جماعة تقريبا، بس روح للي بعده هنا. ايوه اللي هنا، او نحاول نصيده على فكرة، نحاول نصيده. هذا عاد اللي يطير عندي. من هنا نروح له. نفسي اعرف جبته، هل اخليك معاي واطير فيه وكذا؟ مع انه والله بمكنسه مي مقصر صراحه، مع يعني على فكره ممتازه صراحه هذه المكنسه اطير فيها وكذا. بس ما ادري يعني شيء موجود باللعبه يا جماعه الخير، يعني يعني ليش لا؟ على فكره خلينا نجيبه. لا والله متى اصيدك من هنا؟ لا لا ثواني 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 ثواني، اللعبه صح. ايوه كانه يبغى يطير، كانه يبغى يطير اقسم بالله. كل اللي علي بس اقرب وادق دائرة. مداك من هنا، والله نفسي اصيد الاسود احلى شبنك. بس ما ادري اذا مداك ولا لا، والله ما ادري. الوحش خارج، اوكي لازم تقرب زيادة، اقرب زيادة يا جماعة الخير. خسارة والله كنت قريب اقسم بالله. خلونا نجرب من جديد. الثاني ما طار، هذاك ما طار، كفو. والله كنت جدا قريب اقسم بالله. حلو حلو، انت خليك زي ما انت كذا. والله لازم مرة بسرعة. ما ادري شو. No need to be difficult. I mean you no harm. Young friend. طيب يا جماعة خير صراحة، الوحوش هذيك حاولت تصيدها صدقوني ما قدرت. الحين خلاص خلوني اروح. والله ما ادري يعني كان في زي العداد كذا فوقهم، لازم اعتقد تسوي زي 5 مرات. والله كان في زي النقاط كذا لازم تسويها. والله ما ادري حسيتها معقدة صراحة، وجاني زي الجليتش كمان. اي والله يا جماعة خير جاني زي الجليتش كذا وما ادري. اوكي فخلاص خلونا نكمل بالمهمات الجانبية. حاولت والله صيده بصدق، ولا طولت انا صيده، ف ان شاء الله ارجع لهم خلاص قدام. والله بدي ممكن لازم اطور الشنطه دي، في جسد فيها الاعداء وكذا، ممكن لازم اطورها والله ما ادري. عشان والله حاولت اقول زي ما اقول لكم اكثر مره صيده وما قدرت. Hello Deke. Should we continue? Oh good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The Jobbernauls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Yeah, salam. Okay, خل شو. Then I shall go and rescue a Jobbernaul. Good luck. Deke will be waiting. كيف قلت في شيء بطأه؟ يصير استخدمها مع ال... Okay. هو بايش كلا بطئهم؟ لبيوسو لبيوسو. هلا، I'm not going to hurt you. والله مداني كمان يجيب. والله الطار ذاك كان أصعب. ان شاء الله ارجع له باذن الله، ارجع الحين خلنا نرجع لديك. والله مره شيء حلو صراحه، يعني لمسه عجبتني والله كذا، انه بدك تصيد هذا الوحوش وكذا، مره شيء حلو. عارفين يعني تخليه معك بالشنطه كذا زي بوكيمون وكذا، مره شيء حلو. I rescued a Jobbernaul. Deke hopes your Jobbernaul finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby?
just one that Deke knows of. A herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. خل اروح قل هناك تعال علي هنا اللعبه قاعد تحلمني كل شيء بالسر الله يهديني استعجلت من عندي عرفت كيف تحمست رحت على طول ابغى اصيد اكبر طائر باللعبه يعني اللعبه تعلمك كل شيء عرفت كيف يعني ترى تعتبر مهمه رئيسيه ترى عارفين يعني مهمه رئيسيه دائما يجي كذا لونها اصفر ف قلت كذا مهمه حلوه يعني قاعد اتعلم في اشياء Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, بالليل واضح. Unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Okay, عارف عارف. I shall go and find a moon calf then. Deke, we'll be waiting for your return. هل نفس الطار كنا نشوفه كده؟ بس خلونا ايوه نخلي ايوه خلونا يا جماعة الخير نخلي ال جو الليل جو الليل نخليه كل الدورة المفروض انه حول اوه ده هو شوفوا كيف اشكاله تبت لي كذا بطل صيد اوكي نفس النظام حال على صدته مدري ايش يطلع الشيء ذا وحش قمري ما يطلع الا بالليل يقول لك والله رهيب المهمة صراحة الى الان It was a bit trickier than the others but I have a moon calf now Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. خلونا نروح جماعة غرفة المتطلبات. سبحان الله يعني المهم دي صدفة لعبتها. There you are. Now we need to show the beast you rescued their new home. But not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. جد. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. حلو حلو سوينا على فكرة زي حديقة حيوان كذا. يا ساتر حديقة مين؟ شوف قديه والله مرة شيء. Look at this, it's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. كيف احررهم؟ امبر 1 التحكم في الوحوش. اوه انت تبغى تحرر. اها الطائر ذاك جبته بس تحطه هنا. الانواع اوكي وكل شيء يجيب لك الوحوش النشطة. اخر حط ذا. تسوي لك على فكرة زي حديقة حيوان كذا والله مرة شيء رهيب والله شيء حلو الوحش ما يمديك تحطه يعني ما يمديك تكرر اثنين من اللي شايفه
Oh! Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well-fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. والله مرة مكان حلو. عندما تتم رعاية الوحوش السحرية فإنها توفر لك المواد ذات الخصائص السحرية. مرة شيء حلو. بس يبغى نجيب ريش، يبغى نجيب فراه. أنت من عندك أخذ الريش؟ والله مرة شيء رهيب. ايش اللعبة السعيدة ذي؟ خلوني ايوه والله يقول يجيب الريش بس ما ادري من فين يجيب والله. يعني هو ريش الطائر ذا هل امسكه كذا واقطف منه الريش؟ مع انه اللعبة تقول لك رعاية وانت تبغى. Hello Deke, I have some questions for you. What do you need to know? How should I collect magical materials? It's quite easy. Simply approach a happy beast and they'll provide you with any magical materials they can. بس سجيل وكذا خلاص. Thank you. I'll get back to collecting materials. Wonderful. Good luck. اتوقع اجي عنده ممكن اسوي. شكرا لما اجي عنده. بدل غير الاسم كمان كفو والله. اللعبة تبغانا جماعة خلنا نسوي كذا بالله بس خلنا نسوي على السريع. لازم نستنى يخلص. اوكي أو الداني. أوكي كده تجيب الأشياء. الحين جبنا اللي هو هذا حق الفراح. خمسة أوكي. لازم ترجع له بعد شوفه كم 24 دقيقة عشان يديك. والله كوف وجه الطائر ذاك جبته شديني. مرة شيء حلو والله. خلوا نروح اللي بعده. عارف كيف الشغل على متسليك يا جماعة الخير لازم لين ما يخلص. ما يبغى محمد على عندي أكل. حلو حلو. نروح اللي بعده. اوكي كافو الحين خذ كلم ديك. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing. Making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now.
نول مسحور. قلت تظبط على هذا الفكرة اللبس حقه كده. والله مرة أشياء حلوة. يعني غرفة المتطلبات دي صراحة أكبر مني، يعني أكبر من الشيء اللي كنت تصوره أنا، يعني ممكن تسوي فيه أشياء أكثر. يود الحين افتكر اللعبة على متري كيف تطلع الأشياء وكذا. يعني ال 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 عرفت كيف الطاولة دي أنا اللي جبتها يا جماعة الخير، الطاولة دي كمان. بس كيف كان أسوي أجيب الطاولات أنا؟ والله ناسي كيف كانت تسوي الطاولات أصلا. عندك العلم ديك. What did you ask me to do with my magical materials? Use the spellcraft to conjure an enchanted loom. Then you'll be able to weave your magical materials into your clothing. Come back to Deke once you've enhanced a piece of clothing. بس هاو كيف تسوي هو؟ اوه عرفت يا جماعة الخير، معليش والله افتكرت تعويذة كاملة لازم تجيبها هذه هي. ايوه بس شو يبغى يسوي؟ يبغى يسوي ذي. ايوه يا جماعة الخير يبغى يسوي الطاولة ذي. نول مسحور، روح تحتاج حجر قمر. شوف كم معايا والله. الأستاذ ليزلي كان تكلمني حلقة من حلقات تقول له حجر قمر ترى نادر، انتبه. في كل مكان باللعبة حجر قمر ذا. خلي يا جماعة الخير. ايوه كياس فر اتحادي. بس مدري منه الصبح حطه هنا. ايوه خلاص هنا. ها اوكي تحط عليها اللي والله من اول يعني كنت ابغى يعني لكن بس اعرف كيف تحط عليها، يعني تضيف شيء على الملابس حقتك. اوكي اوكي مره شيء حلو. حلو حلو. اجيبها من الفراده. زياده الضرب استخدام اللعنه ذي على فكره. هنا التركيز ما في شيء بالصحه وكذا. والله شوف في شيء كثير بالله العظيم. كفو حلو حلو. سلام مطلوب. النظارات كمان خلينا نحط. وتقوي الهجوم كمان يعني يصير مستواها اعلى النظارات دي. والله مرة شيء رهيب. ايوه خلينا نحط بعض الحجار كذا. مرة شيء حلو. والله مرة شيء حلو. أكلم ديك. ايوه احسن راح اشوف ان شاء الله. I use the enchanted loom, Deke. اصيده. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beast you've already rescued. Thank you for your help, Deke. كفو كفو سر مهمة. I've more to teach you about transfiguration if you have a moment. فصراحة يا جماعة الخير انا راح انهي الحلقة هنا. الله يعطيكم العافية على المشاهدة. اتوقع راح تجي لي مهمات جديدة. فبإذن الله يا جماعة الخير راح نكمل الحلقة القادمة. قد وصلنا نهاية الحلقة دي. اتمنى انكم تخفف عليكم. انا ان شاء الله ان شاء الله يا جماعة الخير اشوفكم في الحلقة القادمة في امان الله.